موجز من باقي العاشرة صباحا من التلفزيون المصري، أهلا بحضراتكم. يتوجه اليوم وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة السعودية الرياض للمشاركة في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي وعقد اجتماعات وزارية مهمة حول الوضع في قطاع غزة والقضية الفلسطينية. وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد أن الزيارة ستتضمن مشاركة وزير الخارجية في مائدة مستديرة حول اضطرابات التجارة وسلاسل الإمداد في الشرق الأوسط، إضافة إلى فعالية حول تعزيز الأمن العالمي والنمو وجلسة رفيعة المستوى حول الوضع في الشرق الأوسط. وأضاف أبو زيد أن وزير الخارجية سيشارك أيضا في عدد من الاجتماعات المهمة والتي تتضمن اجتماع مجموعة الدول العربية الست المعنية بمتابعة الوضع في قطاع غزة ولقاء جامع للمجموعة مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكين واجتماع وزاري آخر يضم عددا من الدول المهتمة بحل القضية الفلسطينية على المستوى الدولي. كما سيعقد شكري لقاءات ثنائية مع وزراء ومسؤولين دوليين مشاركين في أعمال المنتدى لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية. حشد الجيش الإسرائيلي عشرات الدبابات والمركبات المدرعة على امتداد الحدود مع جنوب قطاع غزة، وذلك على خلفية الحديث عن الاستعداد للاجتياح البري لمدينة رفح الفلسطينية. وتمركزت الدبابات وناقلات الجندي بالقرب من معبر كرم أبو سالم بجانب مدينة رفح. تأتي تلك الخطوات والتطورات على خلفية توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإتمام خطته لاجتياح المدينة بالتزامن مع إعداد خطة لإجلاء المدنيين قبل شن أي عملية في رفح الفلسطينية. هذا وقد حذر وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن بلاده تبذل كل ما بوسعها لتجنب وقوع الهجوم الإسرائيلي المحتمل على رفح جنوبي قطاع غزة. وفي السياق ذاته حذر الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين إيان إيجلاند من أن شن هجوم إسرائيلي على رفح بجنوب قطاع غزة سيتسبب في كارثة للمدنيين ليس في غزة فحسب بل في أنحاء الشرق الأوسط، كما حذر من أن المنطقة قد تشهد عدا تنازليا لصراع أكبر. وحث إيجلاند رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على عدم المضي قدما في تنفيذ العملية البرية. وفيما له صلة، وصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على أنحاء قطاع غزة لليوم الرابع بعد المئتين بالتزامن مع استمرار ارتكاب العديد من المجازر والانتهاكات بحق الفلسطينيين في القطاع. فقد استشهد وأصيب العشرات جراء استهداف عدد من المنازل في أحياء الرمال والزيتون والشجاعية بغرب وجنوب وشرق مدينة غزة، كما استهدف الاحتلال شمال مخيمي النصيرات والمغازي وبلدة الزويدة بوسط قطاع غزة ومدينة رفح جنوبي القطاع. أعلنت حركة حماس أنها تدرس رد إسرائيل على مقترح بشأن هدنة في قطاع غزة وإطلاق سراح رهائن محتجزين في القطاع. وجددت حماس انفتاحها على أي أفكار أو مقترحات تأخذ بعين الاعتبار احتياجات وحقوق الشعب الفلسطيني. يشار إلى أن حماس كانت قد أدانت البيان الصادر عن البيت الأبيض والموقع من 18 دولة، والذي دعا بشكل أساسي إلى إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة. يأتي هذا بينما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن أي أحكام تصدرها المحكمة الجنائية الدولية لن يكون لها تأثير على تصرفات حكومته. وأكد نتنياهو أنه لن يقبل بأي محاولة من جانب المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لتقويض ما اعتبره حقه في الدفاع عن نفسه بحسب زعمه، معتبرا أنها ستشكل سابقة خطيرة تهدد الجنود والشخصيات العامة. قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف مباني كان يتواجد بها عناصر لحزب الله في طير حرفة وعيت الشعب جنوب لبنان، كما أشار الجيش الإسرائيلي إلى أن دباباته قصفت كذلك مواقع في بارين وداريا لمحو تهديدات على حد قوله. يأتي هذا عقب الإعلان عن مقتل إسرائيلي في هجوم لحزب الله على منطقة جبل دوف الليلة الماضية، وذلك في وقت تستمر فيه الاشتباكات وتبادل القصف بين حزب الله والجيش الإسرائيلي على امتداد المناطق الحدودية بين لبنان وإسرائيل منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. قال جيرمان جالوشينكو وزير الطاقة الأوكراني إن روسيا هاجمت منشآت طاقة أوكرانية في ثلاث مناطق، ما أسفر عن تدمير معدات وإصابة عامل واحد على الأقل.
على صعيد آخر قال قائد القوات الجوية الأوكرانية إن الدفاعات الجوية أسقطت 21 من بين 34 21 من بين 34 صاروخا خلال هجوم روسي الليلة الماضية. جاء ذلك غداة إعلان مسؤول أمني أوكراني كبير أن روسيا كثفت ضرباتها على شبكة السكك الحديدية الأوكرانية بهدف شل الإمدادات العسكرية ومن بينها المساعدات الغربية استعدادا لشن هجوم جديد. انتهى موجز الأنباء، نشكر لحضراتكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.